ضيفي المويل زاد سنوات من النجاح في الدراما الكوميديا والإخراج، زاد من أكثر الأدوار يظهر لي اللي قاعدوا عالقينا في ذهن التونسي، دور بابوشة. كلكم عرفتونا على شكون نحكي على الممثل القدير سي يونس الفارحي اللي نشوفوه في دور مخالف في سنة في أولاد الغول، ونشوفوه في سلسلة المليونير. زاد أكثر تفاصيل مع ضيفي سي يونس الفارحي. مرحبا بك، صحة شريبتك. مرحبا بك، صحة شريبتك وصحة شريبت الناس اللي يسمعوا فيك الكل. عيشك، رمضانك مبروك سي يونس. عودتنا سنوات طويلة في الكوميديا في دور بابوشة، نشوفوك في أدوار مخالفة السنة، وتونسي وكأنه نسي اللي قبل عملت الدراما راه وقبل الكوميديا، معناتها دايوغ ما بديش سورتو سيفري سورتو الجيل ثم جيل معناها حل عينيه على بابوشة ما يعرفش السابق. دونك توا من خلال الإعادات اللي قاعدة تعمل في التلفزة الوطنية الثانية والأولى قاعد يكتشف بشوية بشوية معناها. أنا باغ اكزومبل تو نسيت أثر عروش. التوا معناتها أي. برشا 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 زر لي حتى التلفزة التونسية تو نسيته خاطر قاعدين توا يعديوا فيه ذات التوا. يعديوا فيه ونفس النجاح يظهر لي، نفس اللي تحارب مع الأعمال الأخرين كيف حتى نسيبتي العزيزة دايوغ قاعدين يعاودوا فيه. موجودة. موجود معناتها الأعمال الكل موجودين. سي يونس. يحييك. دور مخالف. شفناك فيه، خلينا نبداو نحكيو على اولاد الغول على خاطر البارح كانت اول اباريسيون ظهور ليك في المسلسل هذايا، من بعد نمشيو لسلسله المليونير اللي تجربه جديده وفريده من نوعها زاده. خلينا نحكيو على اولاد الغول، دور مخالف، دور المحقق، بعد الكوميديا نشوفوك في الدوره ذي اللي بتتخذ هرتنا في الحلقه 17، لكن ظهر اللي الدور كيفاش يعني باش يقلب احداث المسلسل الكل. هو البارح الظهور الاول والليله الظهور الثاني معناها اكثر حضور في الحلقه هذه. دور جديد، مش جديد معناها مش جديد، اما دور معناها مختلف في طريقه الكتابه. في رؤيه المخرج ايمن كيف انا راه مراد الشيخ صديقي انه يعطيني الفرصه هذه، فرصه معناها باش هي فرصة بين حاجتين، بين أنه أنا نبدل اللي يزمني أنا نبدل شوية ويزم الناس، حتى كنا نحكيه عن جيل ذي يعرف كونه نرجع شوية للأعمال السابقة لسيدتي العزيزة. دور المحقق في مشاركة خاصة جدا مع في المسلسل معناها، وأعتقد كونه توا بين الحلقة الأولى والحلقة 18 ولا 19 اليوم أي المسلسل بدأ يأخذ في حيز مهم، بدأ يوضح، بدأت الشخصيات تتوضح أيضا، لأنه أعتقد كونه شفت شوية من التعليقات بتاع ناس بتاع فما الناس كون أعتبر حتى أنه المسلسل سمحني كان قصيت عليك يعني في نفسي أعتبر المسلسل بدأ البارح. وي بتاتر وي اما بين شوف هو الحقيقه ثم تخمه تاع فرجه دونك يلزم حد يركز يعني ثم اعمال هي الاساليب تختلف في الكتابه وفي الاخراج وغيره، اما الانماط مختلفه. المسلسل الزغول اعتقد كونه مسلسل يطلب اكثر تركيز شويه لانه لذاكس برشا الممثلين برشا يعني فيها تشكيله كبيره من الممثلين توازا شفتوهم انتم كما الناس كلها. اعتقد كونه بدا معناها مش الليله مش البارح مش ولا الليله، بدا من اربعه ولا خمسه ولا حتى بدايه من الحلقه العاشره يوضح اكثر. هو مختلف ايضا في الرؤيه الاخراجيه، مختلف ايضا على مستوى الاذاعه، كان العباد ماهيش بستانسه تشوف النوعيه لاموا عليها لاموا على الاذاعه سي يونس مش فاهمين علاش اللوم شنو اللوم يا المساله تكون انطباعيه، واحد حد يقول لك والله انا مستانس بالبلان فور كما يقول مستانس برشا وضوح في الصوره في الاعمال، والا هذه رؤيه اخرى، هذه نوتغ فيزيون للاذاعه عملها الفنان محمد المغراوي. محمد المغراوي مانيش انا باش نحكي عليه، وانما صيتو معناها مش كان في تونس كهو البرة في تونس عمل الهيبه وعمل برشا عمل نجاح الهيبه وغيرها من مسلسل عمر بن الخطاب كيف مع المرحوم حاتم علي وبرشا اعمال في الشرق. دونك مش كان انا معناها نقول على حرفيته وعلى تميزه وعلى فنه الكبير، دونك هو الرؤيه نتاعو رؤيه بتاتر مختلفه شويه مانيش مستانسين بها، لكن فما شكون برشا 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 عجبتهم. هو اقرب للصوره السينمائيه اكثر منها للصوره التلفزيونيه. واحنا توا تبارك الله معناها الاعين فتحت معناها قدام
لي بلاتفورم الاجنبيه نتفليكس وغيره وغيره والعباد تشوف في لي سيري وتشوف في الـ في الـ في الاذاعه دونك المقارنات تصير غادي تجوز لكن بوتيتر احنا مانيش مستنسين برشا ان شاء الله هذه معناها بالنسبه لي انا انه استجلاب السينما او الصوره السينمائيه للصوره التلفزيونيه حاجه مهمه جدا واعتقد كون التونسي باش يستانس بها ومش باش تحجبه دونك المسلسل الا قولي سي يونس قلت لي جمله مهمه قبل ما ننساها باش نرجعوا نحكيوا على المسلسل قلت لي حسيت لي يلزم نبدل علاش يلزم تبدل شوف ما يلزمش انا اعتقد كون الممثل ما يلزمش يقعد في اسلوب واحد نتاع عمل لازم يبدل معناها هو تحدي ليه ايضا انه يبدل الستيل دو جون تاعو ايضا المتفرج هذا يزم يراه في اجناس مختلفه في صور مختلفه فرصه قلت لك علاش لانه تقدم فريمون يونس الفاتحي في ولاد الغول بصوره مختلفه على بابوشه وهذه حاجه مهمه حاجه مهمه لي انا وحاجه مهمه جدا للناس اللي تتفرج اللي تحب تشوف صوره اخرى شكل اخر للممثل ديما في كل الاحيان بالنسبه للممثل ذا يعتبر تحدي كبير بالطبيعه ما المشكل اللي نجم يقبلك وما نجم يقبلكش زاد المتلقي فما ريسك زاد هي ما زاد اعتقد كونه ما يلزمش الممثل انه يقعد في خانه واحده رضاء للجمهور ثم حاجه اخرى معناها بينه وبين روحه معناها الفن هي احتمالات مختلفه ومتعدده ومفتوحه ما يلزمش الممثل يقعد في نفس الستيل دو جو على خاطر تو سامبلومون المتفرج والف بيه او استانس بيه في الشكل هذاك لا بالعكس معناها وهذه معناها مش كان في تونس معناها في مصر في سوريا في اوروبا في هوليوود معناها شوفوا ممثلين في ادوار مغايره وهذا طبيعي جدا لانه بالاساس الممثل هو اللي يلزمه يلعب او قادر انه يلعب مختلف الانماط هذه ومختلف الاشكال هذه سي يونس عندي سؤال فيما يخص بابوشة باش نرجعوا لأولاد الغول هكا توا جينيا سؤال عطاي تعتبري بابوشة وفاة الدور انتهي شنو معناتها وفاها باش نقول لك ما تاخذي حظه نجح برشا الدور ساعات تجي الفترة الممثل أو المخرج زادة يشوف اللي دور انتهي ما عادش نجم يزيد يعطي شوف هو سيدتي العزيزة بكله كعمل انتهى كان توجد في ظروف معينة وعاش في ظروف معينة ثم كهو معناها 8 أجزاء احنا ينظر لي من أكثر الأعمال اللي كان فيها أجزاء عاشت مع التوانسة في 8 أجزاء دونك أيضا كما التونسي راهو مغروم برشا بجديد راهو زاده معناها 8 سنين تقريبا ما قلق شيء صبر برشا 8 سنين تم صبر في 8 اجزاء لكن اعتقد كونه عمل جاء في ظروفه وظروفه الذاتيه والموضوعيه وانتهى امره علينا ان على الممثل وعلى حتى الجهه المنتجه على قد تسمع اذا تتعدى الحكايه عشان. اخرى الجو اخر الناس اخرين لان المجموعه هذيك ماهيش باش تدوم صحيح هي هكا كل واحد شد ثنيه انا نحس سيبي العزيزه في سباق هو باب الحاره باب الحاره 11 جزء رمضان السنه الجزء نمره 11 والله ماهوش متاح برشا معناها الحق معناها الصناعه التلفزيونيه في سوريا تقدم علينا باشواط دونك يظهر لي نجموا هما يعملوا 8 11 جزء احنا عملنا 8 اجزاء فيه البركه كما نقول المهم المهم 8 ناجحين دايوغ مش الفايده في الاجزاء الحمد لله بيديو يعني كما يقولوا ديو ديبا معناها فما اجزاء شويه اقل شويه فما اجزاء اكثر شويه فما اجزاء زادوا فيها ممثلين جدد فما لكن النجاح موجود نقصوا منها النجاح موجود حقت من سيدتي العزيزه الحق معناها توا بعد الركول المسافه كبيره معناها بيننا وبينها هي في وقتها حققت نجاح ملحوظ وديما في كل الحالات كل شيء نسبي فما ناس عجبهم برشا برشا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا وفما ناس ما راقلهاش الستيل تاع الاسلوب تاع العمل وهذا من حقهم ايضا كما توا بالضبط كما انا فرشتي كما فرشت الناس كل حاجات ما تعجب وما حاجات ما تعجبش أكيد. حاجات تمس وحاجات لا اكيد الاذواق تختلف قولي على ردود الافعال بعد اول ظهور ليك البارح في دور والله الحق ما لقيت برشا تنويهات من اصدقائي للممثلين والتقنيين وحتى عائلتي وغيرها من الاصدقاء معناها اللي فما شكون تفاجأ
فما شكون تفاجأ كونه طريقة العمل والستيل دو جو مختلف، فما شكون يعرفني أنا دونك ما تفاجأش، فما شكون يقول كونه فينالمون عاودنا شفناك في عمل ماهوش كوميدي معناها بالدرامي. أي فلا أنا خليني نقول لك اللي الكلمة هذه بتتخ كم مشاهدة عادية، لين أنا كي تفرجت فيك البارح نسيتني في بابوش جملة ما نسيت أي حاجة بيها. هذه حاجة مهمة، حاجة مهمة. نطالبك زيادة راك مطالبة تشوف الخدمة اليوم بيسوغ. أنا ليه ما نجمش ما نتفرج كمل لونتين تروح تتفرج فيها؟ والله كاينك حاضر فيما كمل الميسيون روح نتفرج ونعاود الحلقات. أنا نحييك بالحق على دور كي قلت لك نسيتني في بابوشة، على خاطر بالحق كمشاهدة من بعيد الإعلامية لحد شيء نسيتني، يعني أقنعتني دور المحقق واللي يخليك تتشد ما تحب تعرف شنو باش يقول، غزرته ومشيته كيفاش يركز، يعني التفاصيل مش غريبين عليك سي يونس معناتها في الاخراج ولا في مش جديد عليك. دونك فوالا هذا بالنسبه لاولاد الغول. خلينا نسالك اخر سؤال في اولاد الغول قبل المليونير. قبل اي في اولاد الغول نقول كلمه فقط كلمه قبل ما تسالني انت السؤال. انا معناها شكري الكبير وامتناني الكبير للناس اللي يعيطوا لي في ولاد الغول، منهم مربي الشيخ صديقي رفيق ابو جديد هذا السيناريست اللي كنت انا وياه في اتصال. ايضا الحاجه الباهيه كونه قدمنا المسلسل معناها منتجين شباب جدد اللي هو ظافر وفاطمه واميره وسليمان بن سليمان، اللي هو حاجه تفرح لانه احنا يظل تنقصنا، معناها يظل ينقصنا منتجين، معناها كانوا ما عندناش برشا منتجين في البلاد. دونك كيف حد جديد يدخل الميدان يمن به يمن بالفن يثق فيه حاجة تفرحني أنا كممثل. تحية لهم الكل، ودايغ حتى نفس المنتجين نحييهم على مبادرة أخرى اللي هما بدأوا ينجوا في عمل خارج سباق رمضاني برمسيزون. هذه مبادرة صعيبة ويزمها برشا ثقة وبرشا إيمان بشيء اللي يعملوا فيه، خاطر ما هي سهلة، خاطر كانوا احنا في تونس المبادرة دي ما صعيبة، المبادرة الأولى معناها كانوا يستناو حد يبدأ باش نتبعوا. إن شاء الله برشا ناس قريب يتبعوا اللي عملوا ظافر وفاطمة وأميرة وسليمان. إن شاء الله لي زانونسور واللي يأمنوا اللي فما أعمال تنجم تنجح خارج السباق الرمضاني. لي زانونسور تتسمى شوية وجل، ثم شوية خوف من الأولى، تنجح ما تنجحش، تكون حط فلوسي أنا في غير السباق الرمضاني. لكن كيف يلقاو أنه فما أعمال قاعدة تخدم وتحقق في نسبة مشاهدة بيصيف عليهم باش يحطوا فلوس وباش يعني يدخلوا في الانتاجات الدرامية. كمشاهد عادي سي يونس اليوم لما تشارك في العمل كي تتفرج في أولاد الغول وين تصنفوا بين الأعمال الدرامية الأخرى؟ والله يا شوف أنا قلت لك من الأول راهو الأعمال مختلفة، معناها كل واحد عنده طابع وكل واحد عنده أسلوب عمل بين الحرقة وبين فوند وبين ولاد الغول، ثلاثة أعمال بين الفريد الكبيرة اللي شفناها معناها تراجيدية في سيدي رمضان، هما أعمال مختلفة تماما على بعضها معناها. دونك كل واحد عنده الكاز نتاعو، كل واحد عنده حظوظ نجاحه عند الناس، الفرجة كيف لأنه فما ناس تعجبها هذا، فما ناس تعجبها هذا، فما ناس تعجبها هذا، مختلفين على مستوى المستوى التقني، على مستوى الكتابة أيضا أسلوب الكتابة مختلف. دونك أنا بصدق معناها نحاول نتفرج في الكل، ما نجمش أرجع أني نتفرج في حرقة من بعض، أما بين فوند وبين ولاد الغول حاجتين ما يشبهوش لبعض، نتمنى النجاح للناس الكل. تتفرج في الفوند؟ نتفرج بيان سور، نتفرج. شنو رأيك في الفوند؟ عمل محترم جدا تقنيا، سوسن يظهر لي حطت بصمتها، اثبتت سنا خاطر عملناه كانه ديما في العمل الاول ديما نستناو ديما لا كونفيرماسيون في عمل ثاني سنا لا كونفيرمي، سوسن جمني كوني مخرجه قادره اني تقدم، قادره اني تمشي لبعيد. كيف الكاستينج محلاه، برشا ممثلين معناها كاننا نعيد اكتشافهم، نعيم الجني عاد اكتشافها. انا شخصيا لم اعد اكتشافها، انا نعرفها تعرفها بس معاك اكتشافها كمل تويتي كيف وثم وجوه شابه مزيان اميره الشبلي تبارك الله عليها هذا كيف يعني معناها برشا ممثلين كاستينج مزيان. بقى نجمو نختلفوا في التفاصيل الدقيقه معناها في تفاصيل الفيلم المسلسل من في وسطه يتحرك برات ثم شويه بطء في الاحداث كانوا قاعدين نتبعوا في عكس بركه كانوا ما يرضيش احيانا المتفرج كونه يرتبط بعكس واحد بممثل واحد بشخصيه واحده يتبعها كانه يحب ديما انه يكون اصحاب العمل قادرين على مفاجاته. احنا انا نفرج كما الناس الكل كما
يظهر لي ثم حاجات بين الفرين تقال معناها قدام الناس كله، ثم حاجات كبين كبير روحك يظهر لي توكي نقابل سوسن تو نقول عليكم بديتنا معناها ليك فيما نحكيو على الدراما نقولوا الفوندو الحارقه اولاد الغول، وفما عمل ما نعرفش عليه ديما ما نحكيوش عليه، انا حكيت عليه مشاعر اللي هو نفس المخرج تاع المليونير واللي هو عم فيه وجوه هامه وهامه جدا وتقنيات عاليه زيدا محمد جورج هكا اسمه زيدا معناتها الاخراج كان راه اشد برشا. ما فهمتش علاش اليوم ديما في الحقيقه خلينا نقول هذا ديما في مخنا اولاد الغول الفوندو والحرقه حتى تواز يونس انت انكونسيامون قلت لي ثلاثه ذو شوف يظهر لي مروه انا خاطر بتتر انا خاطر ما تفرجتش في مشاعر واحد ما نجمش نتبع مشاعر اثنين بتتر نتبعوا بعض رمضان كي هو والحرقه كيف لكن حسب ما شفت شويه معناها هو عمل جيد جدا عمل فيه حكايه فيه ممثلين هذه وتجربه التونسيه الجزائريه اعطت اوكلا للموسم الثاني على التوالي اللي بعد انجبت سلسله صغيره اللي اسمها المليونير دونك العمل محترم جدا على مستوى الاخراج على مستوى الكتاب على مستوى التمثيل. اعتقد كونه تترت هو مشاعر ومليونير ظلموا شويه على خاطرهم ما تعداوش في القنوات اللي مستانس بها التونسي في الاولى القنوات اللي عندها نسب مشاهده عاليه معناتها شكون؟ معناتها تقص ما تعداوش في القنوات اللي عندهم نسب مشاهده عاليه. صحيح اللي مستانس بهم التونسي معناها احنا معناها تحب ولا تكره شوف كانوا فما ثلاثه اربع قنوات تونسيه هذوك مستانسين بها مثلا توا مليونير العباد فما برشا عباد ما شافتوش في 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 حنبعل كي تدخل ورا تعدى في حنبعل لا يقول لك في حنبعل هي عملت حاجه في رمضان معناها ظن كون غياب حنبعل للسنوات الاخيره على الانتاج خلاها تخرج ضمنيا من ذهنية التونسي من ذهن التونسي من مخه كانه ماشي باش تنتشر مستانسين اني حنبعل كل عام ما تنثرش عندها اعوام دونك ماشي باش تنتشر. اما حقيقه انا شفت المليونير شفته الحق ما شفتوش على قناه حنبعل وانما شفته على قناه النهار الجزائريه عمل محترم جدا كيف فيه مجموعه من الممثلين التوانسه والجزائريين معناها بالحق ممثلين كبار دونك اعتقد كونه الزوز ظلموا والعباد ان شاء الله بعد مده سله بعد رمضان تعيد اكتشاف العملين هذوما لانه نتصور انه باش يتم اعادتهم. خلينا نخرجوا من الجري برشا لهيت راهو برشا كان جاو في قنوات اخرى بربي سيونس نفس الاعمال تتصور انهم يحققوا نجاح اكبر بياسر ولا نفس نجاحات العمل؟ انا اعتقد مثلا المليونير اللي كانت خدمت في المليونير وي انه عمل محترم جدا خدمه مزيانه لو كان جا في قناه من القنوات التونسي مستانس يتفرج فيه متصور يقبل عليه بشكل لانه سنا بين ظفرين مع الاعمال الكوميديه بين ظفرين ما كانتش في مستوى تطلعات وانتظارات التوانسه كان حتى سيتكوم ضحكه امل صغيره نعم فما حتى سيتكوم ضحكه كان يا ما كانش ستيل جديد تصويره جديده والله بصدق ما زلت بتفرجش فيه برشا يعني ما زلت علاش لانه خيرت اني نخلي حرقه ونخلي كان ما كانش نتفرج فيه في وقت اخر باش ما نظلمهمش لانه اعتقد كونهم اعمال جيده معناها الجاسوس وابن خلدون تفرجت فيهم الحق ما نكذبش معناها ما يعني ما شدونيش برشا 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 شدونيش برشا برشا اعمال اختار الكاستينج كده شفت تسمع الكاستينج يفجع الكاستينج تاع ابن خلدون مثلا يتلموا تخوا جينيراسيون راهو من احسن معنا معناتها اسماء كبيره وبعد يقول لك فما حاجه ما تفهمهاش مش انت كهوس يونس راهو الحقيقه شوف يا مروه نعم. شوف يبدو عندنا ديما تشبيهاتي انا تشبيهاتي ما نعرفش تقرب شويه الكوره برغم مش مغروم برشا بالكوره يبدا عندك برشا ملاعبين بهير وما عندكش مدرب باهي وشي ما تكتيك مزيان ما تنجمش تماركي ما تنجمش تربح اش معناها؟ معناها الاساس انا اعتقد كونه الاساس في العمل شفته في العمل الكوميدي وحتى في العمل في الاعمال الاخرى هو النص هو السيناريو ما خليني ما نحبش ندخل في فك الواحد خاطر باش يقولوا انه يونس هو خاطر كتب لا لا بالعكس معناها بكل تجربه وبكل موضوعيه وشيء زي اللي حكيته لاصدقائي اللي قادره اللي تجربه تفهمني معناها انا تو نحكي كل ليله بابخاتيكمون مع سامح الدشراوي ونحكي لها بالمساله هذه معناها ما يكفيش انه يكون عندك جعفر وبسام وسماح وكريم ولطفي بندقه ودليله ما يكفيش ان يكونوا موجودين هما في انه العمل اللي ما مش تغارنتي النجاح نتاعو يلزم الاساس هو السيناريو يعني نقطه الضعف في العمل كان السيناريو يظهر لي انه مثلا يعني انا الحلقات ولا ما فهمتش فما اكشن ما فهمتوش
معناها غريب عليا، كانوا تأثرنا ياسر ياسر بالأعمال الأخيرة اللي قاعدين نشوفوها في نتفليكس. معناها برشا برشا حكايات متاع عصابات وسرقة وإجرام ودروغ ومسدسات في الأعمال الكل، معناها في الأعمال الكل، كل عمل تلقى فيه معناها عصابة معناها وحكاية، يعني حاجة بعيدة شوية على تصور التونسي للأعمال الكوميدية. التونسي يحب يشوف روحه، يشوف لي حل، يحب يشوف لي حل، يحب نسيبتي العزيزة، يحب أعمال يتشبه له أكثر. صحيح. أعمال اللي بعيد عليه شوية، كأنه أعمال تعبلت باش يتم بثها في بلاتفورم أخرى في وقت آخر، كأنه التونسي كأنه الجمهور المستهدف خلال الأعمال هذه مش تونسي 100%. ما نعرفش علاش معناها التوجه هذايا، نجم نقول هي مغامرة، مغامرة باهية بيان سور، في كل الحالات مغامرة باهية، ولكن أعتقد كوني أنا شخصيا مع عائلتي ومع الناس المقربين لي ما مشاتش الوصفة هذه، ما مشاتش. كانوا يلزمنا نعيد النظر في الأعمال الكوميدية، شنو العمل اللي شبه التونسي، اللي قريب التونسي، اللي يحكي على التونسي، اللي يحكي على هواش ولا هموم وعلى اليوم بتاع التونسي، لأنه ما فما حتى عمل اللي يحكي على اليوم بتاع التونسي. فما عيشة فل في الوطنية ما تحكيش عليه، يحكي على التونسي. شفت منه شوية معناها دهش وغيره، مش خايب العمل، مش خايب معناها تغير. ما قولش تنظم، لكنه زادا ما كانش مجريش ما يعني خاطر كانوا إذا كان العمل ده الكوميدية جريت مع بعضها في سعف شل، معناها قص في نص الطريق. يعني يظهر لي زادا كانوا العمل بكلي شوية، معناها في كانوا تزرب شوية، معناها فهمتني. قال سفيان كان معي في حوار، قال الوقت خذينا الحقيقة زادا بتيت فلا فما مشكلة وقت، فما مشكلة وقت، وهذه حاجة خايبة برشا. كانوا ديما سقطوا، معناها ما نجمش نفهمها هنا تجي من التلفزة التونسية. التلفزة التونسية تعرف كونه رمضان العام الجاي فانا وقت باش يجي دونك والميزانيه موجوده ودونك فماش مشكل. صحيح، يعني ما فماش يعني اشكال معناها كيما التلفزه الخاصه. اعتقد كون التلفزه الوطنيه قادره اني تعمل كيما عمل حرقه اللي تخدم على عامين خاطر ظروف الكورونا ولا غيره، ولكن اسست التلفزه الوطنيه كون قادره اني تنشئ اعمال جيده. صحيح، معناها كان يا ما كانش كيف دونك علاش لا، علاش لا. ديما هالمشكله بتاع الوقت، ديما ما انه ثم مشكله انه في اخر وقت نتزربوا كانه ما نعرفوش رمضان وقتاش باش يجي، نتزربوا في التحضير. لانه انا اعتقد كونه اهم حاجه بالنسبه للعمل سواء تراجيدي ولا كوميدي هو التحضير، هو لا بريباراسيون، تحضير العمل. قد ما يكون تحضير العمل متقون وياخذ وقته قد ما يكون العمل ناجح. اما قد ما يكون التحضير والاعداد ليه مزروب يكون العمل مزروب وبكلي، وبالتالي ما يحققش النجاح اللي لانه ديما نجم نعملوا مخيب باش بالوقت. حتى احنا انا مشكلة وقت سي يونس، تلمون الحوار معك شيق الحقيقة، خلتنا الوقت الأخبار نورتنا، إن شاء الله ديما ناجح عايشي. ومتألق فرحانة ياسر بالحوار معك سي يونس الفارحي. شكرا لك.